وللتعليق على أداء الأسواق تنضم معنا عبر الإنترنت لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. لينا، الأسواق تنتظر تصريحات جيروم باول التي سيدلي بها في وقت لاحق من اليوم، هل من المتوقع أن تعطي دفعة إيجابية للنمو؟ بالنسبة لتصريحات رئيس الأحتياط الفدرالي جيروم باول، هناك يعني انتظار جميع الأسواق في ترقب لتلك التصريحات. لا يوجد متوقع أن يغير من سياسة الفدرالي الأمريكي وإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بين الصفر والربع نقطة مئوية، لكن ستتابع الأسواق أي تلميحات حول التضخم وعوائد سندات الخزينة الأمريكية التي ارتفعت لأجل 10 سنوات، حيث لامست 1.4% إلى أعلى مستوياتها في عام، والآن تستقر فوق 1.3%، الارتفاعات فوق 1.3%. فهناك أسئلة سوف تطرح عن التضخم، هل المخاوف من ارتفاعات التضخم سيقلق الفدرالي وسيغير من سياسته؟ هل سيتحدث عن ارتفاعات التضخم المصاحبة التي بسبب ارتفاع السلع؟ هل سيتحدث أو عن تغييرات بالنمو الاقتصادي؟ فكلها هذه يعني سوف تتابع الأسواق أي تلميحات حول هذا الموضوع، وخصوصا أن التضخم ارتفع إلى تقريبا 1.4%، والبي سي إي الذي المؤشر الذي يفضله الفدرالي أيضا مرتفع ب 1.5%. فهنا السؤال يكمن، هل سنجد أي توضيح حول ارتفاعات التضخم؟ هل سيقوم الفدرالي الأمريكي بدخل المزيد من الحزم الاقتصادية والتركيز على النمو الاقتصادي ومتجاهل ارتفاع التضخم؟ طيب لينا، في بالحديث عن حزمة التحفيز، في حال تم إقرار حزمة التحفيز اللي قدرها طبعا 1.9 تريليون دولار، كيف سيكون تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية؟ بالنسبة لحزمة التحفيز الأمريكية بعد موافقة مجلس النواب بميزانية مجلس النواب أمس، يعني يجب أن يتم تمريرها، لأن لو لم يتم تمرير تلك الحزمة سيكون هناك انكماش في الولايات المتحدة الأمريكية، مع يعني ملاحظة أيضا الآثار الخطيرة من إقرار تلك الحزمة التحفيزية في حال تمت أو الآثار الجانبية لتلك الحزمة. نتحدث عن التضخم والارتفاع الكبير في التضخم، وخصوصا مع ارتفاع السلع وأيضا مع ارتفاع أسعار النفط، راح تزيد من مخاوف التضخم اللاعب الرئيسي في يعني هذه المخاوف التي تهدد بأن نشهد ارتفاع كبير خلال الفترة المقبلة، حتى أسواق السندات اللي عم ترتفع عم نشوف. فأيضا تصريحات رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي تقول أن النمو الاقتصادي بدأ يقلق، وهناك ما يجب أن نهتم بالعجز الأمريكي، وخصوصا العجز وصل تقريبا إلى 107%، نتحدث عن 20 تريليون دولار. فهذه المخاوف التضخمية وأيضا من ارتفاع العجز. طيب بالنسبة لأسعار النفط اليوم يواصل مساره الصعودي مع توقعات بأن يتجاوز عتبة 70 دولار، ما هي العوامل التي سوف تساعد النفط ليتخطى هذه المستويات برأيك؟ بالنسبة لأسعار النفط، يعني كما ذكرت الارتفاعات عم تتواصل لأسعار النفط مع عودة الإنتاج الأمريكي ربما من جديد، وعودة المصافي بعد الموجة الباردة التي عصفت في واشتدت بولاية تكساس وأثرت على الإنتاج بمليوني برميل يوميا، لكن هناك متوقع تعافي الطلب خلال النصف الثاني من هذا العام، ولا نستبعد مستويات 70 دولار و75 دولار خلال الربع الثالث، وخصوصا نحن نترقب المتداولين في الأسواق اجتماع أوبك بلس، هل هناك سيحصل هناك المخاوف بين حصول انقسام في اجتماع أوبك بلس، وخاصة السعودية لا تريد رفع الإنتاج بينما روسيا ربما تزيد هذا الإنتاج، لكن هناك مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا وأيضا حملات التطعيم التي تتم. طب بالنسبة للذهب لينا باختصار، الذهب يشهد تراجعا هامشيا أيضا خلال جلسة اليوم، إلى أين تتجه أسعار الذهب وما هي السيناريوهات المتوقعة باختصار لو سمحت؟
بالنسبة لأسعار الذهب لاحظنا ارتفاعات ونلاحظ بعض التراجعات مع يعني مع ترقب تلك التصريحات من رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. نحن فوق المستويات ما زلنا 1800 دولار بالنسبة لأونصة الذهب، وخاصة لو تم إقرار حفلة التحفيز الأمريكية ب 1.9 تريليون دولار تم تمريرها ستكون داعمة لأسعار الذهب مع ارتفاع التضخم واحتمال ارتفاع التضخم الحديث نحو هذا التضخم سيكون داعم لأسعار الذهب. لا أستبعد موجات التصحيح بين الحين والآخر لأسعار الذهب، لكن على المدى الطويل متوقع وخاصة أن العلاقة العكسية اللي عم بتتم بين الذهب والدولار، رغم أنه في ارتفاع في عوائد سندات وحزن الذهب تراجع، لكن سوف يستفيد الذهب على المدى الطويل. نعم، إذن لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة إيكويتي كنت معنا عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك.